الصليب يعني التعب اللي نحتمله في الحياة من أجل ربنا، الجهاد اللي نجهده، البذل اللي نبذله من أجل ربنا. ولذلك بولس الرسول يقول عبارة لطيفة جدا 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 في مسألة الصليب. يقول إيه؟ يقول مع المسيح صلبت. مع المسيح إيه؟ صلبت. لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا. أنت مع المسيح صلبت؟ إمتى تكون مع المسيح صلبت؟ لما تشترك في آلام المسيح على قدر ما تستطيع، وتتألم من أجله، وتتعب من أجله، وتبذل من أجله، يبقى صلبت معاه.